اهلا بحضراتكم معانا من جديد، ودعوني ارحب ايضا دكتور احمد ابو غنيمه الباحث في الشؤون السياسيه والاقتصاديه. مساء الخير يا دكتور، كل سنه وانت طيب. مساء النور يا هبي، كل عام وانت بخير والساده المشاهدين بخير بمناسبه العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد ان شاء الله على كل المصريين. امين يا رب. دكتور احمد، يعني كيف تفسر تصريحات هشام عكاشه من عده ايام بانه لا نيه مطلقا لإصدار شهادات ذات عائد 20%، على رأي واحد موظف النهاردة في البنك الأهلي قال لي هو ما قالش 25، هو كان بيتكلم على 20 بس. طبعا لا، أنا كنت من ضمن المتنبئين إن لازم هيتم إصدار شهادات بفايدة ما بين 20 لـ 22 23%. ولكن خلينا برضو مبدئيا نعرف بس السادة المشاهدين بعض الحقائق عن الإطار العام بتاع السياسات الاقتصادية اللي تم استخدامها الفترة اللي فاتت دي. طب وانا يا دكتور لو فضل. ممكن أبقى بايخ شوية وأطلب من حضرتك تعليق على هذا الأمر، يعني هل ده من قبيل إن احنا نخلص كل اللي معاهم فلوس بس مش بيتاجروا في الدولار، فنفاجئ بقى تجار الدولار بأي حد شايل فلوس يخش بقى يرشق على أم 25؟ على فكرة. ولا لا لا، بالعكس، ولا دي حيلة اقتصادية ولا ده أمن قومي ولا دي آلية آلية؟ لا بالعكس، هي آلية بيتم استخدامها لامتصاص نقدر نقول السيولة اللي موجودة في السوق السوداء أو السوق الموازية. يعني دلوقتي انا هدي حضرتك مثال، انا عندي معايا مثلا 10,000 جنيه، بدل ما اضارب بيها في السوق السوداء في الدولار اللي هو طالع ونازل ومش مضمون، طب ما انا لازم الدوله توفر لي حاجه مضمونه عشان برضو انا استثمر. واخد بالك عليك؟ فبالعكس، يعني هي مش عشان تاخد الفلوس اللي مع الناس اللي مش بتضارب، لا، مع الناس اللي بتضارب. لا، انا بتكلم على ما سبق، انا بتكلم على فكره ان احنا مش ناويين نعمل شهادات جديدة، فالناس تشتري بال 16 و 17 أقصى حاجة، وبعد كده بقى نطرح بقى العالي ده اللي هو يعوض اللي بيتاجروا في الدولار، بحيث انه بقى لا يشتروا بقى الشهادة الجديدة. الخبراء متوقعين 2 مليار من الحصيلة دي. هي فعلا تقريبا هتشيلها في حدود 2 مليار وممكن تعدي كمان. ليه؟ لأن أنت هتبدأ تجذب الجميع، بمعنى أصح هتجذب اللي بيضارب في يعتبر في السوق السوداء، وهتجذب ان انت هتقلل شويه الطلب اللي موجود. يعني مثلا اي حد معاه فلوس هيبدا ان هو يقلل الطلب على السلع اللي هي مش ضروريه، وهيبدا يستثمر في البنوك، وده هيدي باور وقوه للجنيه المصري، وفي نفس الوقت هيحد من السوق السوداء. يعني انا اتوقع ان هي ممكن على نهايه الربع الاول من سنه السوق السوداء هتكون شبه انتهت. طيب يا فندم، الناس برضو يعني انتبه شيء من القلق انه ده بيعلن عن وجود نسبه عاليه من التضخم، وانه الاسعار معروف انها لما الشهادات اللي من النوع ده بتطلع الاسعار كمان بتطلع، والبعض لا. تحدث عن أنها مقدمة للتعويم الكامل. تعليق حضرتك؟ لا 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 لا، ما مش هتخش في تعويم كامل خالص، بل بالعكس هي هتحد من التضخم. يعني من ضمن الأدوات اللي هي بتاع ارتفاع سعر الفائدة، هي هدفها أصلا إيه؟ هدفها الحد من التضخم، من زيادة الأسعار. فبالعكس مش هتعمل الإفكت العكسي. يعني دلوقتي انا بالبلدي كده يا هبي عشان الساده المشاهدين يفهموا معانا، دلوقتي انا لما ابدا اقلل الطلب، هو ارتفاع الاسعار اسبابه ايه؟ ان الطلب ازيد من الانتاج، صح ولا غلط؟ دي اول حاجه. تاني حاجه عدم الاستقرار في اسعار الصرف. طيب انا لما ابدا دلوقتي انزل او احد من السوق السوداء، مش الانتاج محتاج دولار؟ مستلزمات محتاج. طيب انا لما ابدا اوفر له الدولار يبقى عندي ومش موجود في السوق السوداء، هيبدا ينتج، هيبدا الطلب يبقى اكتر، هيقل سعر الطلب، هيقل عن المعروض. فبالتالي ده بالعكس خالص، يعني ده مش هيحصل ان شاء الله
لان دي الاداه دي اساسا معموله عشان ان انا اقدر ان انا احد من مخاطر ارتفاع الاسعار والسوق السوداء اللي موجوده. طيب يعني في حاجه تانية برضو، هو طبعا مساله زياده الاسعار مش يعني لما بنعملها على الورقه والقلم حاجه، ولما بنتعرض لجشع كل واحد في ايده كميه من سلعه معينه يقول لك ما انت بقيت بتاخد 25% فوائد ويروح مزود. النهارده رئيس الوزراء وجه تاني وعاشر بالتعامل بشده مع مخالفات التجار الجشعين. ايه بقى مظاهر الرقابه في الفتره القادمه اللي هنشوفها، فالواحد يحس ان اللي بيبيع له اي حاجه من اول حزمه البقدونس لغايه الشاشه التلفزيون اللي طلع جديد اللي بمليون و400 الف جنيه ده، يحس ان هم اصحابها فعلا قلقانين من ان هم يتظبطوا بجشع الهامش الربح اللي مش طبيعي ده. طيب هنتكلم بصراحة، هو في جشع مننا احنا كأفراد وكأشخاص بعيد عن الاحتكار، وبالتالي لازم يكون في الدورين موجودين، الدور الحكومي والدور المواطن. يعني انا دايما بقول فين دور المواطنين؟ يعني انت شايف حضرتك دلوقتي ان السلع بتغلى والسلع غالية، طلعت الحكومة قبل كده، واحنا خلينا نتكلم بصراحة يا هاب بيه، احنا عندنا ضعف في مفتشين التموين، ده شيء يعني موجود وبشفافية. طيب البديل بتاعه او اللي يمشي بالتوازي معاه مفروض المواطن لما تلاقي فلان ده بيعلي الاسعار تطلب حضرتك الارقام اللي موجوده بحيث ان هم ينزلوا مباشره عليه. فلازم يبقى في دور ما بين الدور الحكومي في الرقابه طبعا، وما بين الدور المواطن نفسه، لازم يشتركوا في الرقابه، ما ينفعش ان الحكومه لوحدها. هنتكلم بصراحه ليه؟ لان انا بدل ما انا باخد بالغالي، طب ما تطلب حضرتك، فين دورك انت الايجابي؟ فين دورك ان انت ترفع سماعه التليفون فقط وتبلغ؟ على الاقل انت هتخليهم يروحوا مباشره على السوبر ماركت او الراجل اللي هو الجاشع ده او اللي بيعلي الاسعار وبيعمل فيها احتكار. فلازم يكون في دور للمجتمع نفسه والمواطن نفسه وزائد دور الحكومه نفسها. طيب انا هقول بس حضرتك على مثال صغير في هذا الاطار، يعني اللي احنا بنتكلم فيه العربيات. من 4-5 شهور كان في سعر وكان في دعوات خليها تصدي ومحدش يشتري وما فيش عربيات في المعارض والاوفر برايس اللي وصل كل بقى برغوت على قد دمه وصل لملايين اصلا، يعني الاوفر برايس متخطي حجم ثمن العربيات بكتير. ففي ناس قالت لك لا طب مش هنشتري. طب النهارده سعر العربيات تضاعف في المصانع بتاعتها، فاللي اشترى قال لك الحمد لله ان انا اشتريت بالغالي. اين دور المواطن؟ طيب هيعمل ايه بقى؟ طيب انا هكلم حضرتك بصراحه، هل السيارات كمثال سلعه استراتيجيه ولا سلعه ترفيهيه؟ تعتبر او مش ترفيهيه، مش ضروريه، مش ضروريه يعني، ده تعتبر بس يعني مش قوي، يعني ما اقدرش نطلق هذا الحكم كده برحابه صدر لما يكون ضرورية. عندك زوجه واطفال ومشاوير ولكن في بدائل اخرى، المواصلات. يعني انا اللي اقصده ان هي مش سلعه ضروريه او مش سلعه استراتيجيه انا لازم هشتريها. ما ارتفاع سعر الفايده ده، ما خلينا نتكلم برضه بصراحه، هياثر على حته التقسيط في السيارات والكلام ده. طيب ما هو انا كمواطن اعمل ايه؟ انتظر لحد ما الاسعار بتاع الفايده تنزل، لان دي مش سلعه استراتيجيه، مش هاكل واشرب بيها. اوضح بس السلعه، اوضح الحته سلعة دي، انه حضرتك تقصد انه الشهاده اللي بتاخد عليها 25% لما تيجي تاخد قرض بضمانها هيبقى الفايده 27%، حضرتك تقصد كده، فالاقساط هتعلى صح؟ ده هي لازم الاسعار يعني من ضمن نقدر نقول برضو يعتبر الاسباب او ارتفاع سعر الفايده كان ليها اضرار او مش اضرار نقدر نقول عليها حاجات سلبيه، من ضمنها حته ان كل اللي هيقدم على التقسيط في ارتفاع اسعار الفايده هيأجل الموضوع طالما انها مش سلعه، وخصوصا اللي هي موضوع السيارات والكلام ده. لكن ده مش موجود في تقسيط، انا ما بقسطش مثلا، انا اسف، السلعه الاستراتيجيه لا، اصبح ما فيش ضرر مباشر على السلع الاستراتيجيه او السلع اللي بيحتاجها المواطن ضروريه بالنسبه له، اللي هي ما يقدرش يعيش من غيرها يعني، فاهم حضرتك؟ طيب عايز اسالك على فكره،
عايز أسألك على فكرة تأثير مثل هذه الشهادات ذات العوائد المرتفعة على الاقتصاد المصري. لا هي طبعاً أنا أول حاجة قلتها لمعليك إيه؟ إن هي هتمتص اللي يعتبر السيولة اللي موجودة. بمعنى إيه؟ بمعنى الوقتي أنا هتأثر في كذا تأثير، أولاً هتمتص السيولة اللي موجودة في السوق الموازية واللي هي أساس، أنا آسف في التعبير، يعني هو الاقتصاد. تمام. ده بكل صراحة. فهبدأ إن أنا أمتص، هخلي اللي معاه فلوس أو اللي بيضارب في السوق السوداء يقول لك لا، الوقت أنا معلش الفلوس اللي معايا أروح أشتري بيها شهادات، على الأقل ما فيش ريسك وهبقى في ضمان للفايدة بتاعتي، غير الدولار في السوق السوداء طالع نازل والكلام ده. فهبدأ إن أنا أسحب السيولة اللي موجودة، دي حاجة. تاني حاجة أنا دلوقتي بقوي قيمة الجنيه، ليه؟ لأن حتى اللي بيبعت من بره هيبعت دلوقتي عشان يشتري شهادات بسرعة، عشان عنده ربح من الفايدة اللي زادت وضمنها، ما عليهاش ريسك، مش هيخش السوق السوداء ويشتري دولار ويبيعه والكلام ده. طيب هناك تخوف آخر إنه بيقال إنه الشهادة متوقع إن هي تقعد يناير كله، فبراير كله، ربما جزء من مارس، لأنه الناس معهاش هذا الكم من السيولة زي ساعة لما نزلنا شهادة الـ 18% وزي ساعة لما عملنا شهادات قناة السويس وما إلى ذلك. تعليق حضرتك؟ فيه. لا بالعكس، فيه الفلوس وهيبدأ على فكرة أوتوماتيك، هم كده كده حتى اللي معاه دولارات دلوقتي في السوق السوداء هيبدأ إن هو يبيعها، صح ولا لأ؟ عشان عنده عائد ثابت وفي نفس الوقت مضمون، معلوش ريسك، معلوش مخاطر، فهيبدا ان هو اوتوماتيك هيبيع الدولار وهيبدا يتوجه للشهادات اللي هي بالعائد ال 25 او ال 22%. فبالعكس لا، في فلوس، بل بالعكس انا ممكن اقول لحضرتك على حاجه. بالنسبه مثلا الوقت واحد معاه 1000 جنيه، ال 1000 جنيه دي كان بيشتري بيها حاجات مش ضروريه، هيبدا يتجه على فين؟ إنه يشتري بيها شهادات. كل ده هيعمل استقرار في أسعار الصرف على مستوى الدولة. يعني هيبدأ يبقى في توازن موجود. ليه؟ أنت عطيتهم البديل، عطيتهم البديل الآمن. طيب بالنسبة يا دكتور الآمن. بالنسبة للاقتصاد بقى، نرجع للسؤال الرئيسي وهو يعني الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية. نخلص قصة الشهادات بالسؤال عن فكرة المستثمر بقى، هل هتبقى الفايدة بتاعته أعلى كتير من مجرد الـ 2% فرق للمواطن لما بياخد قرض بتزيد 2% عن ما بياخد ربح، فبياخد قرض بضمان الشهادة ديت؟ لا، هو هنتكلم بصراحة، هو أي مستثمر هو اوريدي، يعني مش كل المستثمرين بيتجهوا لموضوع السوق السوداء وإنهم يلعبوا في المضاربة والكلام ده، بل بالعكس هم حاطين اغلب، يعني اغلب المستثمرين الواعيين حاطين فلوسهم في البنوك. ليه؟ لان هو ما يقدرش ان هو يخاطر بالريسك بتاع ارتفاع او هبوط الدولار في اي وقت في السوق السوداء. ايوه. طب هذا المستثمر بقى لما يجي ياخد قرض دلوقتي بعد اصدار هذه الشهاده هياخده بفايده كام؟ هياخده بالفايده اللي موجوده اللي هي الفايده 16.75. ده بناء على انه كان حاطط فلوسه في ب 16 بالظبط. ما بالظبط، مش هيتاثر هو المستثمر لان هو اوريدي حاطط فلوسه في البنوك. ده اغلب المستثمرين عاملين كده. المضاربين دول حاجه تانية. لا لا، انا مش بتكلم على المضاربين، انا بتكلم على المستثمر المخلص الوطني اللي قايمه عليه الاقتصادات الوطنيه. اقتصادنا احنا بقى رايح لفين يا دكتور بقى؟ دي حاجه مهمه. البعض يقول سنة سوداء على العالم كله ومن ضمنهم مصر، البعض يقول عدة شهور وتكون الأمور اتحسنت، البعض يقول تبدأ عوائد المشروعات القومية الكبرى في الظهور فبسرعة هنتغلب على المشكلة أو الفجوة الاقتصادية. لا، هو أنا أقدر أطمن يعني الشعب المصري إن الاقتصاد بتاعنا الحمد لله الحكومة أو الدولة المصرية ما أثرتش الفترة اللي فاتت خالص، بل بالعكس تحملت جميع الأعباء اللي هي لا يشعر بها المواطن، وفي نفس التوقيت لا، الاقتصاد المصري كده ماشي سليم، ودليل على ذلك
الائتمان بتاعنا ومؤشرات الائتمان بتاعتنا ومعدلات والجي دي بي والناتج الاجمالي المحلي، كل المؤشرات حتى المؤسسات الدوليه الحمد لله برضه مصر في تصنيفها لا ما زال حتى الان التصنيف اللي هو البي. بالعكس ده كلام الناس اللي هم بيقولوا بدون، انا اسف في التعبير، بدون ان هم يكون عندهم وعي او ادراك اقتصادي. احنا بالنسبه للدوله المصريه او الاقتصاد المصري احنا ماشيين حتى الان، ودليل على ذلك ان احنا حتى تاريخه ما فيش نقص لا في سلع ولا في خدمات. اذا كان في زياده، الزياده دي حصلت عن طريق يعتبر تضخم جاي من الخارج مش على مصر بس. يعني هل مثلا الدولار، انا نفسي اسال الساده المشاهدين حاجه، هل الدولار قصاد الجنيه بس في زياده؟ لا طبعا، ده على مستوى جميع الدول. طب امتى يا دكتور تتوقع ان المواطن البسيط يشعر بعوائد الصبر اللي صبره بقاله كتير ووضع ثروات الدولة أو ثرواته في مشروعات قومية؟ المفروض المشروعات القومية بتدر أكتر من حاجة، الأجيال القادمة والبنية التحتية، ودي حاجة طبعاً عرسنا من فوق، وبتقلل إذا كانت طرق أو كباري أو ما شابه بتقلل الزمن و و إنما العائد اللي بيخش جيب المواطن هيشعر بتحول إمتى؟ أنا أعتقد إن خلال النص الثاني من العام الحالي هيكون في مردود مباشر على المواطنين من الإيرادات اللي هتبدأ تخش من خلال المشروعات. وفي نفس الوقت الدولة المصرية شغالة في استثمارات كتيرة، وبالتالي هيدخل لها إيرادات أكتر، وهيبقى يعني الاقتصاد المصري إن شاء الله المواطن هيحس بالتغيير الفعلي في النص الثاني. وما تنساش حضرتك والمواطن ما ينساش موضوع كمان اللي هو وثيقة ملكية الدولة. دلوقتي اصبح انت عندك القطاع الخاص هيبدا يشتغل وهيبقى فيه عوائد وهيبدا يخش في مشروعات استثماريه كبيره، سواء استثمار اجنبي مباشر او استثمار محلي. فكل المردود ده هيبدا يعود على المواطن اعتقد ان شاء الرحمن خلال الفتره اللي هي بعد منتصف هذا العام. طب اخيرا يا دكتور، في حاله كده ما اعرفش متكرره ولا ايه، انه إحدى الشركات الكبرى في مصر واللي بتعمل في مجال متخصصة ومتميزة قوي فيه باعت أسهمها لشركة تابعة لنفس الملاك لكن في دولة أجنبية، هل ده يقلقنا إن في اتجاه إنه الناس ما تعملش مشاريعها هنا وتنقلها بره؟ بالعكس، إحنا مصر تعتبر الأولى أفريقيا والثانية 2022 في الـ FDI في الاستثمار الأجنبي المباشر. كون ان حصلت الحاله دي حاله فرديه ليها اكيد، انا اسف في التعبير، ليها مصلحه خاصه. اسباب لكن بالعكس يعني. الاستثمارات الاجنبيه، الاستثمارات الاجنبيه المباشره بقول لمعاليك 22 مصر الاولى افريقيا والثانيه بعد الامارات. تمام، بشكرك جدا يا دكتور احمد، نورتنا. تحت امر حضرتك. جزيل الشكر دكتور احمد ابو غنيمه الباحث في الشؤون السياسيه والاقتصاديه. بالطبع شكر موصول لحضراتكم لمتابعتنا، بكرة إن شاء الله نلتقي مع آخر حلقات الأسبوع وآخر حلقة قبل عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. هذا البرنامج برعاية